السلام عليكم الإخوان والأخوات ومرحبا بكم في هذا الفيديو هذا الجديد. الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا على المونتيسورات. اين المونتيسورات اللي غنهضروا عليهم؟ الفيديو الاخر اللي داز هضرنا على المونتيسورات ديال اللور، في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على المونتيسورات ديال القدام. وقبل ما نكملوا هذا الفيديو هذا وندخلوا في الموضوع، بالنسبه للناس اللي كيبغيو قطع غيار السيارات، راني وليت كندير بيع قطع غيار السيارات في الجديد، وكندير الارسال جميع انحاء المغرب، وكاين عندنا الكاليتي دوريجين، وكاين عندنا الدوزيام، وكاين عندنا الحاجه العاديه اللي هي رخيصه، كل حاجه والثمن ديالها. اللي بغى شي بياسه او بغى شي كوموند، ما عليه غير يتواصل معنا على هذا الرقم اللي غيبان لك في الشاشه، اما اتصل بنا على الهاتف، اما تواصل معنا على الواتساب وطلب الكوموند ديالك ان شاء الله، وكنصيفطوها لك حتى الباب الدار ديالك والله يعاون. ها المونتيسورات ديال القدام غادي نوليو نهضروا عليهم، المشاكل ديالهم والعيوب ديالهم، وشنو هما المونتيسورات اللي صالحين ليا، وشنو هما المونتيسورات اللي ما صالحينش ليا، والناس اللي كيديروا التعديل ديال السيارات كيبغي يحدرها، كيبغي يعليها، الغلط اللي كيديروا في هاد المونتيسورات هادو، والمشاكل اللي كيكونوا عنده، والخدمه ديال هاد المونتيسورات كيفاش كيديروا يخدموا. اول حاجه اللي غادي نهضروا عليها هو المونتيسور في القدام، علاش خصو يكون، وكيفاش كيدير يخدم، والمونتاج ديال هذا المونتيسور هذا وشنو كيكون معاه. فهما المونتيسورات ديال القدام كلهم بحال بحال، غير هو كاين فيهم ثلاثه ديال الانواع. كاين المونتيسورات بحال هادو، الغاز والزيت، وكاين المونتيسورات ديال الزيت عادي، وكاين المونتيسورات ديال الهواء، وكاين المونتيسورات ديال الهيدروليك. كيطلع بالهيدروليك وكيولي يهود بالهيدروليك، يعني بحال هذوك اللي كيكونوا في سيتروين والى اخره. نهضروا اولا المونتاج ديال هاد المونتيسورات هادو، المونتيسورات اللي عندهم شعبيه كبيره. هاد المونتيسورات هادو منهم جوج ديال الانواع، كاين زيت سامبل هذاك قديم وما بقاش دابا وماشي مزيان. المونتيسورات اللي عندهم شعبيه هما هادو، ماشي كنهضروا على الديزاين، لا كنهضروا على اللوب ديالهم لداخل على الخدمه. المونتيسور كيجي مفروق هكذا وهكذا، وكيجي فيه هذا اللول بهذا، فيه الرونديلات من الداخل وفيه السوسته من الداخل اللي هي الروسور. المونتيسور كيهود، كيكون هنايا في هذه الحجره هذه الغاز، وكيكون هنايا الزيت. المونتيسور كيهود، كيضغط الزيت، كيهبط لهنايا لتحت، كيولي الغاز او الغاز ديال الهيدروجين او شي حاجه بحال هكا، كيولي كيدفع لينا هاد اللول بهذا باش يطلعوا ويمتص لينا الصدمه. هادو هما المونتيسورات اللي عندهم شعبيه كبيره. اجيو دابا نهضروا على المونتاج ديال المونتيسور اللي كيكون في القدام. وكاين بعض السيارات كيكون عندهم بحال هاد المونتيسور هذا، هنا كيكون عنده الروسور والى اخره، كيجي ماكفيرسون، يعني كيجي نظام تعليق مشترك بحال هكا، فهمتي؟ كيجي عنده الروسور هنا مونطي معاه، مونتيسور مبلع كتمشي كتركب. كيكون بزاف عند البي ام دبليو في، هي اللي كتخدم بهذا النظام هذا بزاف في القدام وفي اللور. هذا المونتيسور المونتاج ديالو كتجي هنايا الجلده، اوكي، كيجي هنا واحد الرابر ديالو، كيتبلاصه فوق منه الروسور سبرينغ ديالو، كيجي من لهنايا الجلده وكيتبلاصه هنايا داك الطاجين ديالو، كيتزير عاد باش كيمشي تبلاصه في البلاصه ديالو. تعرفنا دابا على المونتاج ديال المونتيسورات. اش من مونتيسورات اللي حسن، اللي حسن وجميع السيارات ولا جميع الشركات ديال السيارات ولا كيخدموا بهم، هما اللي كيكون فيه الغاز وكيكون فيه الزيت، حيت زيت سامبل كيتفرقع وكيدردز ليك في الطريق. كلهم دابا ولاو كيخدموا الغاز والزيت. واخا هضرنا دابا على هذا البلان، اجيو دابا نهضروا كيفاش ندير نعرف المونتيسور انه فيه المشكل. المونتيسور كيفاش كدير تعرفوا بانه فيه المشكل؟ ملي كتمشى بالسياره ديالك وكتقلب على الفران، ملي كتقلب على الفران في واحد السرعه اللي نتايا كتجري، المسافه ديال الامان او المسافه ديال الفران كتولي طويله، فعوض ما تفراني ليك السياره بالزربه
كتولي السياره غاديه ما كتبغيش تفراني ليك، يعني السياره بحال الا كتلاح. ملي كتكون كتمشى غير بشويه وكتقيس الفران الطوموبيله، ها الطوموبيله كتلاح، فهمتي؟ الطوموبيله كتلاح للقدام. هذه ثاني حاجه. ثالث حاجه، ملي كتمشى في الحفاري او في الضودان او في هذاك عمو البوليسي ميت او جدارمي ميت كطلع هكا فوق منه، الطوموبيله كتبقى كتبومبا، الطوموبيله كتبومبا، كتحس بها باللي ماشي ثابته. هذه ثالث حاجه. رابع حاجه، في الفيراجات، في الفيراجات المونتيسور اللي كيكون عندك ميت كتحس بالسياره بحال الا عرجه، السياره بحال الا عرجه. حل مخك مزيان فهمني اش كنقول لك. السياره بحال الا عرجه، ملي كتدخل في الفيراج ليمن او ليسر كدور الديريكسيون، السياره كتولي تهود بيك، يا لهاد الجهه يا لهاد الجهه. الجهه ديال المونتيسور اللي كيكون ميت السياره كتهود بيك، ومن اللور كتبغي ترفع بيك الدور، يعني الدور تلعب بيك الاتجاه ديالها. الا كانت كتمشى هكا كتبغي الدور تقلب بيك، كتولي كتمشى بحال هكذا. هذه خامس حاجه. الحاجه السادسه، ملي كتكون كتمشى كتضرب الرومبوان، كتضرب الرومبوان دائما كتحس بالسياره بحال الا باغي تهرب بيك لواحد الجهه، فهمنا؟ بحال الا باغي تهرب بيك واحد الجهه او كتميل لواحد الجهه اكثر من الجهه الاخرى، هنا كتعرف بانه عندك هذاك المونتيسور راه ميت. سابع حاجه، كتمشى في الطريق طويل كتطلق الديريكسيون، الطوموبيله كتولي تهرب بك اليمين او كتولي كتهرب بك اليسار لهذاك الاتجاه ديال هذاك المونتيسور اللي ميت، حيت الطوموبيله كيولي تقل على هذاك المونتيسور اللي ميت. ثامن حاجه، ملي كتباركي السياره ديالك كتولي تطلع ليها على المونتيسور، كيبان لك المونتيسور، كيبان لك المونتيسور من لهنايا كيسيل الزيت، المونتيسور كامل مفرقع كتسيل معاه الزيت، هنا المونتيسور كيكون ميت. تاسع حاجه، ملي كتوقف قبل السياره ديالك وكتولي كتبومبي في السياره، ملي كتولي كتبومبي في السياره وتحيد يدك خاصها كتهود وكتطلع مره واحده، ما كتبقاش تبومبا، بومبيتي في السياره بقات كتهود وكتطلع كتعرف باللي المونتيسور ميت، تقل كله على الروسور اللي كيكون هنايا. الروسور هذاك اللي كيكون داير، ها هو اللي هز لك الطوموبيل، وهذا راه مهود، راه هود وما بقاش كيبغي يطلع، ما كيمتص لك لا صدمه لا والو. هذه تاسع حاجه. عاشر حاجه، كنا كنطلعوا على المونتيسور كنلقاو عنده واحد الكاويتشه هنايا، واكثر الاغلاط باش كيوقعوا بهذيك الكاويتشه، بزاف الناس كتقطع لهم ديك الكاويتشه اللي كتكون على هاد الكرومه هذه. ايوا معليش مشات الكاويتشه، معليش ماشي معليش اخويا، هذيك الكاويتشه تقدر تسبب لك في الدمار ديال المونتيسور. علاش؟ هذيك الكاويتشه الشركه دارتها كتضرق لك على هاد الكروم هذا، كيف ما كتشوف هاد الكروم هذا هو ما فيه لا خبيش لا حريد لا والو. انت ملي كتشرق لك ديك الكاويتشه اش كيوقع لك؟ الطوموبيله كتمشى في البيست او في الطريق، الغبار، هذاك الغبار كيجي لك لهنا لهاد الكرومه، هاد الكرومه راه كتهود كامله كتدخل في المونتيسور، راه ما فيهاش الجهد، وما غادي نوريكم ولكن ما فيهاش الجهد. ها هو شفتي، ها انت هذا كيهود، ها انت كيهود كامل، خفت نهبطو غادي يحشيها ليا غيطلع يطير ليا من لهنا من هذا الخيط هذا جا وما رجعو. ملي كتهبطو هكا هاد الكرومه هادي راه كلها كتدخل حتى لهنا وكتولي تخرج، تفاهمنا؟ ملي كيكون فيها الغبار هذاك الغبار كيولي يدخل معاها، كيولي يجرح ليك هاد الكرومه هادي، كيما كيوقع ليك الدجاج ملي كتهبطو كطلعو، كيتخبش ليك يتخبش ليك، يولي كينفس ليك الزيت، تفاهمنا؟ هذا اول حاجه كتخرج ليك على هاد المونتيسور هذا، وكلهم كياكلوا الدق بهذا البلان هذا. زيد الحاجه الاخرى اللي كتفرع عليك المونتيسور، الحاجه الاخرى اللي كتفرع عليك المونتيسور هو الثقل الزائد، الناس اللي ما كيحتارموش الثقل اللي كتوصيك به المصنع. واش المصنع كيقول لك السياره كتوزن طن ونص والثقل اللي غادي تهز 500 كيلو او 800 او 700 كيلو، الناس كيتعداو هذيك 700 كيلو، كيهز تقريبا 3 طن او 2 طن ونص في السياره ديالو، كون على يقين بانه غيتفرقعوا ليك المونتيسورات. اجيو دابا نهضروا على الناس اللي كيبغيو يديروا
يعني الزواق يزوق الطوموبيله يهبطها، اش كيمشي يدير؟ كيمشي يحيد الروسور، كيحيد الروسور، كيقطعو وكيجيبو كيبلاصيه وكيزير وكيركب. هذا اش كيوقع ليه؟ كيولي يهود، يوصل حتى لهنا، ياك؟ ملي كتمشى في شي ضوضان او حفاري او كتهز تقل، هذا كيهود كامل، القاع ديال هذا كيولي يضرب في القاع ديال هذا، وكتولي تسمع عندك كل ضوضان زدو، كل ضوضان زدو، في البيست زدو، شكون هو اللي كيدير لك هكا؟ هذا، وكيولي يتفرع. الناس اللي كيوليو يبغيو يعليو الطوموبيله، اش كيدير؟ كيمشي يجيب التاكونه لهذا وكيعليه، كيولي يخرجو من البلاصه ديالو. ملي كيخرج من البلاصه ديالو هذا كيولي خارج كامل، ملي كتكون مع لي ضوضان زدو 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 زدو، هذا كيطلع كامل، القاع ديال هاد الكرومه هادي كيولي يضرب ليك مع هذا، مع الراس ديال هذا، كيبغي يتقلع من البلاصه ديالو. تفاهمنا؟ وشحال من واحد تفرقع عليه المونتيسور بهاد اللعبه هادي. فلهذا ما تبقاوش ديروا هاد البلانات. وصلنا لهاد الفيديو، بارطاجوا معلومه على الناس اللي ما عارفينش، والله يعاونكم حتى لشي فيديو جاي ان شاء الله.